يمكن عايزين نتكلم في الجانب الفني بتاع فيتا علشان نخليها شويه، ولا هنجيلها تاني يا كابتن؟ بس الفنيه المريخ بس انا عايز اتكلم هنا عن الكابتن ماهر، اللعيبه الدوليين قد ايه تالقوا مع منتخبات بلادهم ورجعوا بواليا ديانج النهارده بيشاركوا في التدريبات، قد ايه ده يفرق مع كوتش زي موسيماني في النهارده هيستغلوا ازاي في ماتش المريخ بتاع يوم السبت؟ هو من اهداف النادي الاهلي ان هو ان شاء الله باذن الله يحقق الهدف في المجموعه ان هو يوصل للمركز الاول يعني. ان شاء الله. فاحنا بالنسبه لنا مباراه المريخ بثلاث نقاط يعني لا غنى عنهم يعني. طبعا. فكل العوامل الحمد لله رب العالمين مساعده مستر موسيماني من ناحيه اللعيبه المحترفين اللي جايين بنشوه واداء متميز، من ناحيه اللعيبه اللي موجودين في المنتخب الاول اللي قدوا مع كابتن حسام مباريتين، حتى المنتخب الاولمبي اللي راحوا في المعسكر، فالحمد لله رب العالمين احنا عندنا ذخيره من اللعيبه المميزه الدوليين اللي يقدروا يعني يصنعوا لنا الفارق. فاحنا النهارده يعني جمهورنا الحبيب جمهورنا الاهلي اللي بيتكلم على قفشه اللي هيسجل هدف وشريف واحنا انا وكابتن عادل بنتكلم كمان على اضافه ممكن مروان يبقى موجود وممكن اجايه ويعني وممكن السلايه طب واليا ولو اخد ان شاء الله باذن الله وهاني يعني احنا عندنا ما شاء الله لعيبه كلهم هدافين وكلهم بدر بانون يا اخي مؤثرين بشكل بدر حتى بدر عالمي يعني عامل واحد ده كورنر بالظبط الثابته لما بيقطع في كورنر بيقدر يجيد صحيح. الفاولات اللي هي المؤثره بيقدر ضربات الجزاء بيلعبها بشكل طبعاً. احترافي فالنهارده الحمد لله رب العالمين يعني لعبتنا كلها المناخ كله هاني سهام بيساعد النادي الاهلي على المكسب. وانا شايف ان مشكله المريخ ان هو هيقابل النادي الاهلي، يعني هو ممكن يقابل اي حد يقدر يعني يقدر ياثر معاه يقدر يبقى ياخد منه ربع ساعه تلت ساعه، لكن مع النادي الاهلي عارف ان الامور في منتهى الصعوبه. يعني حتى لو عنده الحاله النفسيه راجع لعيبه المنتخب السوداني راجعين بنشوه المكسب والوصول لكاس الامم الافريقيه، لكن هم هيقابلوا منتخب مصر ممثل في النادي الاهلي طبعا، فصعوبه بالنسبه لهم بشكل كبير. فالمباراه صعبه عليهم، على المريخ صعبه احنا جدا. ان شاء الله يا كابتن صعبه، انا معاك مع حضرتك ان المباراه صعبه على المريخ لو ان شاء الله باذن الله لو النادي الاهلي بالظبط النادي الاهلي اللي قال قبل مباراه فيتا كلوب اللي هناك اللي كسبناها 3، الاستعداد بشكل اكتر من رائع، التركيز الكبير جدا، عدم الاستهانه بالخصم، لان احنا مش بنعمل كده، لكن وارد جدا المريخ بره الصوره واحنا يعني في